لا تهمنا الأسماء والمصطلحات، إذا تم تضمين الإدارة المحلية الجانب السياسي والجانب العسكري والأمني والجانب الاقتصادي مما هو موجود لدى الإدارة الذاتية. بدون هالجوانب الثلاثة الموجودة ضمن الإدارة الذاتية لا يمكن اعتماد أو قبول مصطلح آخر بأي تسمية أخرى للحل في سوريا، لأنها لو كانت حلا في سوريا لما حدثت الأزمة في سوريا.